خلينا نبتدي في العلاج من العلاج الله. من الخوف من الله الله فضل. اول حاجه ربنا ورانا انه لما ادم كان خايف هو راح له في الجنه الكتاب بيتكلم على انه لما ادم كان عريان وكان مرعوب وكان خايف صنع لي اقمصه من من جلد, جلد. ليها رمزين يستروا وفي نفس الوقت يكون في سفك دم عشان يعلن ليه بان هناك ثمن دفع عشان تقبل مره ثانيه لكن الانسان اللي بيخاف من الله عنده خوف انه يعني انا هتصرف معاه ازاي هل الله حل دي حل دي حلها في ايه في فاني انا كنت متخاصم مع ربنا هو صالحنا واحد زمان اسمه ايوب صرخ قال أليس مصالح يضع يديه على كلينا؟ كان بيدور على حد يصالحه مع الله. الإنسان كان عايز نفسه ربنا يرضى عليه. حتى تلقى أغلب الناس في الكلام يقول لك يا ريت ربنا يرضى علينا، يا ريت ربنا يرضى علينا، ليه؟ خايف لربنا يكون مش راضي عليه، أيوب ده كان كل شوية يقدم ذبائح، ليه؟ عشان ينال رضا الرب، يا رضا الرب، كل شوية يعني كل يوم يقدم ليه؟ خايف لعشان يكون ربنا غضبان عليه. طب هل الله حل الحكايه دي اه يقول كده اي ان الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير واضع حاسب لهم خطايا وواضعا فينا كلمه المصالحه الله جه لغايه ادم وقال له ما تخافش وجالنا في المسيح وقال لنا ما تخافش الانسان اللي مرعوب اللي خايف المسيح وصل ليه وبيقول لك تعال انا انا بقول لك ما تبقاش منزعج من الله. إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام، عكس السلام مخاصمة، لنا سلام مع الله. المسيح لما اتولد الكتاب بيقول إيه؟ الملايكة جت وعملت أنشودة التاريخ كله. المجد لله في الأعلى. العالي وعلى الأرض السلام, السلام وبالناس المصر. إيه السلام؟ ما كان في مخاصمة بين الإنسان والله. جاء المسيح عشان يعمل سلام بين الانسان والله حتى اولاد الله بيقول طوبه لابناء الله طوبه, طوبة السلام. لصانع السلام لانهم ابناء ليه لان احنا دورنا نعمل سلام مع الناس ومع بعض مع الناس ومع... نعمل س... يعني نصلح مع الناس نصلح الانسان مع الله تصالحوا مع الله كان الله بنا